استكمالا للي كنا ابتدأناه في اللقاءات السابقة في موضوع حماية الأطفال والمراهقين والشباب من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية وضرورة تحقيق الوقاية ليهم والحماية ليهم منذ صغرهم، اليوم هنتكلم عن ضرورة تعويدهم على حفظ عوراتهم. وإحنا ذكرنا في لقاء سابق إن الشرع الشريف بيوجه وبيرشد الوالدين والمربين إلى تعويد الصغار على طاعة الله تعالى ومعرفة حدوده، حتى لما يبلغوا بعد ذلك سن التكليف الأمر يبقى سهل عليهم، ويبقى سهل عليهم تطبيق الأحكام اللي هم تعلموه، ما يبقاش صعب عليهم تنفيذها لما يكبروا ويبلغوا. يعني أنا بعودهم على كل ده منذ نعومة أظفارهم حتى إذا ما شبوا كبارا استطاعوا تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية بسلاسة وبيسر. ومن هذه الأمور المهمة اللي ينبغي تعويد الصغار عليها حفظ العورة، وألا يستهين الكبير بذلك، لأن الصغير لما يشوف أن الكبير لا يستهين بأمر العورة هو كمان هيبتدي يحذر في أمرها. ومما يشير إلى هذا المعنى ما جاء عن عمرو ابن أبي سلمة، فقد أخبر في الحديث عن قصة إمامته لقومه. هو كان صغير لكنه كان يحفظ الشيء الكثير من القرآن الكريم دون باقي قوم، كان أكثر قومه حفظ للقرآن وكان صغير جدا، فأمهم يعني قام بإمامتهم في الصلاة وهو تقريبا عنده 6 سنين أو 7 سنين، وكان يلبس كساء وهو يصلي بهم، فكان كل ما يسجد ينحسر التوب بتاعه ويرفع إلى أعلى البدن فتنكشف عورته أو جزء من العورة بتاعته. فأشارت امرأة من قومه بأنه يحفظوا العورة بتاعته، فاشتروا له قميصا وهو ثوب مخيط بكمين غير مفتوحين بيلبس تحته الثياب عشان يبقى زي بطانة كده تستره. يعني يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. صغير وهم جايبين له لبس جديد فهو فرح به، فهو إما الفرحة بتاعته دي كانت لأجل حصول التستر، إنه تستر والأمن، وفي نفس الوقت الأمن من إنه يتكشف يعني، أو العورة بتاعته تتكشف، وإما إن هو فرح كده زي أي طفل صغير بيفرح لما يعني تجيب له توب أو ملابس جديدة. وهذا الموقف بيشير إلى أن عورة الصغير ينبغي أن تحفظ وتصان، يبقى اللي حوالين الصغير سواء كانوا من أهله أو من الأسرة بتاعته أو من الناس المقربين، أنه يبقى دايما في حرص على أن احنا ننبه إلى ضرورة ستر العورة، وأنه لا يجوز كشفها إلا للضرورة، ويراعى ذلك في تعليم الأطفال فيعرفون منذ الصغر معاني خصوصية الجسد، خصوصية جسدهم، ولا يسمحوا لأي حد أنه يتجاوز في هذا الأمر. وبنفس الوقت هو بيتعلم معنى مهم هو خلق الحياء، فيتعلمون الحياء وحدود الله تعالى وهم ما زالوا صغارا فيشبون على ذلك، فتتحقق لهم الحماية والوقاية. وختاما، فإن حفظ عورة الصغير وتعويد الصغير ده على ضرورة ستر العورة وعدم كشفها ده أمر مطلوب مطالب به الآباء والأمهات، إن هم يقوموا بتعويد أطفالهم على كده وتعليمهم كده. والتهاون في الأمر ده بدعوى إنه لسه صغير ده أمر مرفوض تماما، إنه له حرمة عورة حتى وإن كان صغيرا، وأنا بعوده كده وبحسسه بخطورة انكشاف هذه العورة. والشرع نفسه بيرشد أتباعه إلى مراعاة توجيه الصغار لأحكام الشرع قبل التكليف حتى يعرفوا حدود الله تعالى، وتكون سهلة عليهم إن هم يطيعوا الأوامر الربانية بعد كده. وذلك كما ورد في الأمر بالصلاة للأولاد وهم أبناء 7. ليه؟ عشان تعودهم، والصلاة دي هي يعني
تكليف خطير، أحد الأركان المهمة، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. أنا بعين ابني وبعين بنتي لما ابتدي معاهم الأمر ده وهم لسه صغيرين، من 7 سنين زي ما الشرع عودنا، خلاص بدأ يوعى ويركز ويفهم، فأقول له تصلي وألح وأكرر وأستعمل أساليب كثيرة عشان إنه يستسيغ أمر الصلاة، وأعلمه إزاي الطهارة وإزاي أعلمه الوضوء وإزاي أعلمه قبل ذلك الاستنجاء، وإزاي أعلمه إنه يبقى واخد من طهارة الثوب كما هو واخد باله من طهارة البدن، وإزاي استقبال القبلة، وإزاي إنه يصلي بتؤدة وبتركيز وهدوء، ويصلي معايا مرة وأصلي معاه جماعة مرة ونروح المسجد مرة. كل هذه سواء أنا بعلم الأطفال من الذكور أو الإناث، لكن الملاحظ إن الشرع نبهنا إلى بدء التعليم بالتكاليف الربانية من سن 7 سنوات، عشان لما يكبر اللي هو طفل دلوقتي بين إيديا وحيصير بعد ذلك صبياً ثم شابا بعد ذلك، يبقى الأمر سهل يسير عليه في الصلاة وفي غير الصلاة من الأحكام والآداب الشرعية. نسأل الله تعالى العلي العظيم الكريم أن يحفظ صغارنا وشبابنا، وأن يعيننا على القيام بمسؤولياتنا تجاه أولادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا ذرية طيبة. اللهم أمين أجمعين، وألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.